الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. سميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. وأفئدتهم هواء. وأفئدتهم هواء. صدق الله.